أهم وأنبائنا من جديد، أهلا بكم. تستأنف النيابة البحرينية التحقيق مع الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان فيما تتواصل الاحتجاجات والتظاهرات المنددة بعملية اعتقاله ولليوم الثامن. وقمعت قوات النظام متظاهرين سلميين تجمعوا في العاصمة المنامة ومناطق أخرى احتجاجا على اعتقال الشيخ سلمان في خطوة تصعيدية في مواجهة التظاهرات الغاضبة. عمدت قوات النظام إلى استخدام الرصاص المطاطي والانشطاري وقنابل الغاز ضد المحتجين لا سيما في منطقة البلاد القديم. قال رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تل أبيب لن تسمح بمثول جنودها وضباطها أمام محكمة الجناية الدولية في لاهاي بتهم ارتكاب جرائم حرب محتملة. وجاء موقف نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته وذلك بعد يومين على تقديم السلطة الفلسطينية طلب الانضمام إلى المحكمة الدولية. وردا على ذلك جمد الكيان الإسرائيلي تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو لحساب السلطة الفلسطينية وهو ما اعتبرته السلطة جريمة حرب. قال نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي إن الجامعة ستعقد اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين يوم غد الاثنين لبحث مواجهة الإرهاب في ليبيا حسب تعبيره. وأكد بن حلي للصحفيين أن الاجتماع سيخصص لتدارس التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا وتصاعد وتيرة العنف والأعمال الإرهابية. وأضاف أن الأمين العام للجامعة نبيل العربي سيعرض خلال الاجتماع تقريرا حول تطورات الأوضاع في هذا البلد والمساعي التي يقوم بها مبعوثه الخاص إلى طرابلس ناصر القدوة. قتل شرطي تونسي ذبحا على يد مسلحين في ولاية زغوان شمال شرق البلاد. وأعلنت وزارة الداخلية القبض على 9 من المشتبه فيهم حيث يجري التحقيق معهم. وتشهد تونس اضطرابات أمنية قتل فيها العشرات من قوى الأمن على يد مسلحين فيما يتصدى الجيش لمجموعات مسلحة في جبل الشعانب وجبل السلوم على الحدود مع الجزائر، حيث عملت وزارة الدفاع على نشر عسكريا بل نشر 1000 عسكري على المرتفعات الغربية. في العراق أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أن جماعة داعش الإرهابية تشكل خطرا على العالم أجمع وليس العراق فقط. العبادي وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأسترالي توني أبوت في بغداد قال إن العراق هو الدولة الوحيدة التي تحارب داعش على الأرض، وأشار إلى تحقيق القوات العراقية المشتركة العديد من الانتصارات على داعش. ومن جهته أكد أبوت أن بلاده سوف تقدم مساعدات للعراق كي يستعيد سيطرته على أراضيه. ختام موجز الأخبار، إلى اللقاء. قال رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تل أبيب لن تسمح بمثول جنودها وضباطها أمام محكمة الجناية الدولية في لاهاي بتهم ارتكاب جرائم حرب محتملة. وجاء موقف نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته وذلك بعد يومين على تقديم السلطة الفلسطينية طلب الانضمام إلى المحكمة الدولية. وردا على ذلك جمد الكيان الإسرائيلي تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو لحساب السلطة الفلسطينية وهو ما اعتبرته السلطة جريمة حرب. قال نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي إن الجامعة ستعقد اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين يوم غد الاثنين لبحث مواجهة الإرهاب في ليبيا حسب تعبيره. وأكد بن حلي للصحفيين أن الاجتماع سيخصص لتدارس التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا وتصاعد وتيرة العنف والأعمال الإرهابية. وأضاف أن الأمين العام للجامعة نبيل العربي سيعرض خلال الاجتماع تقريرا حول تطورات الأوضاع في هذا البلد والمساعي التي يقوم بها مبعوثه الخاص إلى طرابلس ناصر القدوة.
دراسة وتوجيه بإزالة هذه